السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. بالعادة في ثاني مختبر من مختبرات المايكرو بروسيسور بجيب البروجيكتر على المختبر وبشرح السلايدات اللي راح أورجيكم إياها الآن. بس اللي كمان بصير بالعادة إنه بعد ما نخلص السلايدات هاي نعمل أول تجربة، بكون في عنا كود ونشرح الكود ومنطبق الكود على الأجهزة، وبعدها بصير نعمل تغييرات في الكود بحيث نحصل على فانكشناليتي جديدة. الآن بما أنه المتوفر فقط الآن سلايدز اللي عندكم اللي راح أعطيكم إياها إن شاء الله بهذا الفيديو وأجيكم إياها بهذا الفيديو، راح أحكي عنها بس، وبعدها راح نشوف كيف ممكن تدبر باقي الأمور للمختبر. بتأمل إن شاء الله أنه الفترة هاي الصعبة إنها ما تطول، لأنه تحديدا في مختبركم في مشكلة كبيرة إذا بنعمله عن بعد. لو كان مختبر أسمبلي كان الوضع أسهل بكثير، لأنه ممكن كل واحد إنه ينزل السوفتوير عنده ويتواصل معاكم بشو الشغلات اللي تعملوها وشو الشغلات اللي تكتبوا لها الكود. بس بهاي الحالة بدنا هاردوير، فما عنديش أي فكرة كيف ممكن أوصلكم موضوع الهاردوير. بدي أخلي هذا الفيديو بس على قدر ال 8255 PPI نحكي عنها، وكمان في راح احكي شويه عن البورد في بعض التفاصيل في حينه. تمام، فال 8255 من الانترفيسز اللي عاده بناخذها بالمايكرو بروسيسور كورس. بحب اعيد عليها في المختبر لسببين. السبب الاول، احيانا بكون الوقت ضيق فما بتنعطاش بشكل مناسب. الشغلة الثانية إنه هاي القطعة بالنسبة للمختبر المايكرو بروسيسور مهمة جدا، لدرجة إنه لازم نذكر كل المعلومات اللي بتدور حواليها، وخاصة إنه إحنا بنستعملها في مود معين لازم نعرف كل التفاصيل المتعلقة فيه. ما فيش ولا أي تجربة من التجارب اللي بنعملها في هذا المختبر تخلو من استعمال الـ 8255. كل واحدة من التجارب في بداية الكود لازم إنه أبرمج الـ PPI بما يتناسب مع التجربة الموجودة عندي، فبالتالي معرفة كل التفاصيل حول هاي التشيب أمر ضروري جدا. فبتمنى من اللي بعرف عنها إنه يسمع وبزيادة، واللي ما بعرف عنها إنه ينتبه كثير بيه. فالـ 8255 General Purpose PPI إلها 24 pin وإلها 3 ports. port أسماء الports: port A مكون من 8 bits، port B مكون من 8 bits، وport C مكون من 8 bits أيضا. اللي بيميز في port C إنه يمكن إنه أتعامل مع كل نصف من أنصافه لحال، فهو 4 زائد 4 مقسم قسم لو سي لو سي هاي، كيف الريجسترز في المايكرو بروسيسورز الجنرال بيربوس ريجسترز بنفس الطريقة. فكل واحدة من هاي المجموعات يمكن التحكم فيها بشكل منفصل، بمعنى آخر لو لازمني بورت A مع جزء من بورت C بإمكاني أن أعمل هيك. فال 8255 can be programmed in two basic modes. أول واحد اسمه bit set reset mode أو BSR. بهاي الحالة إحنا ممكن نتحكم بسبيسيفيك بيتس بإنه نخليها 0 أو 1. هذا المود إحنا ما بنستعمله نهائيا في المختبر، البيت سيت ريسيت مود مش معقد لكن إحنا ما بنستعمله في المختبر. بشكل مبدئي يستعمل to control specific bits. You can either set or reset bits in port C. المود الآخر اللي إحنا بنستعمله رح نستعمله في المختبر اسمه IO mode، وهذا ينقسم لثلاثة أقسام. مود 0 يعني simple input output. مود 1 هو عبارة عن input output with handshake، بمعنى acknowledgement إنه الطرف الثاني وصلته الرسالة.
ومود 2 هو عبارة عن باي دايركشنال اي او داتا ترانسفير. تمام، اي واحد احنا راح نستخدمه منهم؟ راح نستخدم الاول سمبل انبوت اوتبوت مود. ما فيش عندنا هاند شيكينج، فيش عندنا تو بارتز بيعملوا كوميونيكيشن مع بعض وبنستنى انه الاشاره ترجع، الهاند شيك ترجع من الجهه المستقبلي، ولا في عندنا باي دايركشنال داتا ترانسفير. كل الداتا اللي عندنا هي عباره عن يوني دايركشنال، بتروح من البروسيسور باتجاه الاي او او العكس، بمعنى انه ممكن اقرا من سنسورز وتروح باتجاه البروسيسور برضو ان وان سنجل دايركشن. The function of pins, the input will output, and modes of operation of I/O ports can be programmed by controlling a register. اسم هذا register control word register. لأن في عندي هاي المودز كلياتها. First of all, how do I select which mode I want to work with? مثلا بدي bet set reset mode ولا بدي I/O mode. والسؤال الآخر، إذا بدي I/O mode، أي واحدة من هذول أختار؟ أو كيف أختار؟ كيف أحكي لل PPI إن على سبيل المثال بدي I/O mode with mode 0؟ هذا يتم من خلال برمجة register اسمه control word register. الcontrol word register هو عبارة عن register داخل ال PPI مكون من 8 bits. كل واحدة من البيتس تبعت الكنترول وورد ريجستر ترمز لشيء. بالتالي إذا أنا بعمل مثلا set أو reset للبيت الأولى اللي significant bit، هذا بيكون له معنى. طيب شو المعنى تبع البيت الأولى هنا تكون 0 ولا 1؟ شو معنى مع البيت، شو معنى البيت الثاني تكون 0 ولا 1؟ وهكذا رح نيجي نتعرف على هذه الأمور الآن، وعلى أساس إنه نقدر نعرف ال PPI بالشكل اللي بدنا اياه. طبعا الامر ما بنتهي عند فقط انك تحكي لل PPI اي مود انت بدك، لسه يتعدى الامر هذا بكثير فيما يخص التجربه اللي عندك والادرسز الموجوده فيها وما الى ذلك. فال 8255 PPI compatible with Intel and most microprocessors، بتشتغل على TTL logic families، عبارة عن 3 ports، port A, port B, port C, all arranged in group of 12s. ليش 12s؟ لأنه بالعادة you can combine port A مع 4 bit من port C، أو port B مع 4 bit من port C، يعني 8 زائد 4 12 in some modes if you need to operate in this mode. Each port has a unique address and data can be read or written to a port. An address is assigned to the control register. Okay, so أكثر من معلومة هون. كل واحد من الports إلو address. Port A إلو address. Port B إلو address. Port C إلو address. طيب كم قيمة الـ value لهاي الـ addresses؟ ما في جواب. الجواب يعتمد على طريقة تركيب الـ PPI داخل الدائرة وداخل البورد. طريقة التركيب هو الانترفيسنج مع المايكروبروسيسور هو اللي بيحدد شو الادرس اللي بينعطى لبورت A والادرس اللي بينعطى لبورت B والادرس اللي بينعطى لبورت C. كمان الكنترول وورد ريجستر له ادرس، بالتالي اذا بنجمع العدد الادرسز اللي مع بعض بصير عندنا التالي: ادرس لبورت A، address لبورت B، address لبورت C، و address للكنترول وورد ريجستر. اللي بصير كالتالي: بالأول نتعامل مع الكنترول وورد ريجستر مع الادرس تاعها مشان نرسلها البيانات المتعلقة بأي mode of operation إحنا بدنا نشتغل على ال 8255 PPI. تمام، كمان بعد هيك بناء على حاجتنا، مثلا port A إلو أدرس، port B إلو أدرس، port C إلو أدرس، لو بدي أقرأ أو أكتب على port A لازم أتعامل مع الأدرس الخاص في port A. In mode 1, two groups each of 12 pins are formed. Group A consists of port A and the upper half of port C, while group B consists of port B and the lower half of port C. Ports A and B can be programmed as an 8-bit input or output ports with 3 lines of port C in each group used for handshaking. هذا بالنسبة إلنا المود مش مستعمل.
لكن ببساطة احكي احنا بنحكي هون عن الجروبينج للبورت بورت A مع 4 بيتس من بورت C وكذلك الأمر مع بورت C وكيف موضوع الهاند شيكينج بده يصير في عملية الكوميونيكيشن. طبعا هذا الكلام أيضا ينطبق على مود 2 اللي احنا برضو ما بنستعمله هون, لكن في هاي الحالة only one port can be used as a bi-directional port to weak data communication and the handshaking signals are provided by 5 lines of port C. لاحظوا انه في هذا المود فقط port A and port C are used, port B is spared, ما بشتغلش, لكن في حالة اذا احتجت لport ممكن تشغل P in mode 0 or mode 1 في هاي الحالة, لكن احنا تركيزنا الاكبر راح يكون على مود 0 اللي هو simple input output mode. All IO pins of the 8255 have 2.5 milliamps of DC driving capacity. تمام, وهذا الرقم مهم. ليش مهم؟ لانه هذا الرقم راح يحدد طبيعة اللود اللي انا ممكن اتحكم فيه. تمام, 2.5 milliamps مش هالإشي العظيم, وإذا بتتخيل 2.5 ملي أمبس شو الأشياء اللي بتقدر تشغلها فيه مش راح تطلع بمجموعة كبيرة, بجوز ما تطلعش بمجموعة على الإطلاق. لأنه على سبيل المثال لو بدك تتحكم في light emitting diode بدك تيار على من هيك. فشو الحل؟ كيف ممكن نعمل driving large loads باستعمال very low current؟ والجواب هو يا إما عن طريق الامبليفايرز, يعني أعمل current amplification عن طريق الدارلينغتون بيرز على سبيل المثال, أو الكومون كوليكتور سيركت في الإلكترونيكس خدتوها تعمل لي current gain, أو عن طريق الريليز. إذا بنيش بنطلع هون بنشوف البين لي أوت لل 8255, بين لي أوت لل 8255 IC, وهون بنشوف الانترنال بلوك دياجرام ستركتشر إلها. خلينا بالأول نطلع على البن layout. إذا بنطلع هون في عنا البن PA0, PA1, 2, 3 لعند PA7, 4, 5, 6, 7. فهذول البنز هم عبارة عن البنز الخاصة في port A. تمام, هاي الجهة هون عنا البنز الخاصة في port C, ومن هون كمان بنشوف البينز تبعين بورت بي في هاي المنطقة. في عندي الدي 0 للدي 7 وهدول عبارة عن الداتا لاينز اللي بتنشبك مع الداتا لاينز تبعين المايكرو بروسيسور. في عندي تو امبورتنت بينز احكي لكم عنهم اللي هو البين رقم A0 والبين رقم A1. هذول البينز راح يكون لهم دور كبير في تحديد الادرس للتشيب وبنيجي عليه بعد شوي. في طبعا عندنا الجراوند والفي سي سي الباور الها, عندي الها ريسيت, وكمان في عندي 3 بينز للتشيب سيلكت الريد والرايت. من هاي الجهه البلوك دايجرامز مرتبطه ب هذا الشكل. في عنا هنا الجروب اوف بورت A, وعندي كمان من هاي الجهة الجروب اوف بورت B. بورت C زي ما انتم شايفين منفصل لجزئين 4 4, بورت C الأبر, بورت C لور. الأبر اللي هو بيمثل أعلى 4 بيتس أو الأربعة most significant bits في البورت C, بينما C لور اللي هو least significant bits, يعني يكافئ C high أو C low إذا بدكم تعتبروها بهذا الشكل, لكن اسمه C upper هون اسمها C lower. تمام, هاي المجموعات إلها group A control اللي هو عبارة عن A والأبر من C, group B control كمان زي ما أنتوا شايفين. في عنا هنا ال data bus buffer اللي بشبك عليهم كلياتهم, وفي عندي هون Read-Write-Control-Logic. إله دور مهم Read-Write-Control-Logic. طلعوا البنز اللي داخلة فيه. أول إشي Chip Select Enable كامل إله. تمام؟ عندي Reset, عندي A0,
ال A1، هذول التو بينز اللي حكينا عنهم قبل شوي لسه ما وصلناش لدورهم، وفي عندي الرايت وعندي هون ايش الريد، فهذول كلياتهم بروحوا على الريد رايت كنترول لوجيك اللي من المفترض يتحكم في عملية التحكم بالقراءة والكتابة من جميع البورتس. خلينا نشوف البينز اللي حكينا عنهم، chip select read write read ال A0 وال A1. فنيجي هون على ال operation. أول إشي نطلع إذا chip select 0، تمام؟ chip select 0 basically هذا active low, so your chip should be functioning. تمام؟ عندي هون في المرحلة هاي لما يكون 1 معناها disabled، تنسوش انه active low، معناها الداتا bus is tri-stated بمعنى انه بصير high impedance او open circuit. تمام؟ طيب خلينا نطلع على ال write. هون عندي ones في ال read operation، عندي zeros في write operation، عندي read عكسه تماما، تمام، وعندي هون ال A0 وال A1. الآن طلعوا معي 0 0، معناته إيش نختار؟ port A. نفس الإشي هنا 0 0، إحنا نحكي أو نتحكم في port A. 0 1 تعني port B. نفس الإشي هون 0 1 تعني port B. 1 0 تعني port C. نفس الإشي هون port C. في عنده هون واحدة زيادة مش موجودة فوق، والسبب بسيط جدا، إنه هاي الستيج هي للرايت، وعملية برمجة ال PPI المرحلة الأولى منها اللي هي إن أتحكم بالكنترول وورد ريجستر هي عملية رايتنج. You're sending data from the microprocessor to the chip. You are writing to the chip. فال 1-1 هو عبارة عن كود الكنترول وورد ريجستر. طبعا هذا مش موجود في مرحلة الريد بس في الرايت. فبالتالي البينز A0 A1 هي عبارة عن الكود لكل واحد من الريجسترز او من البورتس، بورت A بورت B بورت C، زائد الريجستر CWR او الكنترول وورد ريجستر. تمام، حكيت لكم هاي البينز رح يكون لها علاقة بالادرسز لكل واحد من البورتس، لكن ما بقدر اقول انه الادرس لبورت A 0، الادرس لبورت B 1، لسي 2، وللكنترول وورد ريجستر 3، لانه هذا ضمن السياق العام في الادرس لكل المايكرو بروسيسور. بمعنى اخر بدي الادرس، بدي الادرس الكامل اللي بده يجي من المايكرو بروسيسور، مش راح يكون 2 بيتس فقط. نيجي للمود الاول، السيمبل مود. Ports A and B can be used as two simple IO ports, 8 bits each. Port C as 2 4 bits. Each port can be programmed to either input or output. وهي لازم نفهمها. بمعنى آخر، إذا بدي A يكون output على سبيل المثال، ممكن أعمله. فالentire A، الentire 8 bits بتكون output. إذا بدي B يكون input بنفس الوقت اللي هدول output فيه، فيش عندي مشكلة. نيجي الآن لـ C. إذا جزء من C بدي إياه output وجزء آخر بدي إياه input، ممكن. إذا بدي الـ entire C المكون من 8 bits يكون output، أو الـ entire C يكون input، كمان ممكن نعمل هاي الشغلة. بمعنى آخر وكلام بسيط، عندنا 3 ports A, B, C، لكن في الحقيقة عندنا 4 A, B, C higher و C lower، كل واحد فيهم ممكن يتحكم فيه بشكل مستقل، علماً إنه C higher و C lower بهاي الحالة راح يكونوا 4 bits مش 8 زي A و B. كمان ملاحظة ثانية، جميع الـ outputs are latched على الإطلاق لكل الـ ports. All inputs are buffered.
وفي هاي المود أيضا ports do not have a handshake or interrupt capability. فأنت بترسل الداتا و you hope that the destination receives your information. في mode one, the data transfer is controlled with handshaking, so you're getting a signal back. The handshake is useful when data transfer speeds are not the same for the devices. The 8250 mode 1, which supports handshaking, has the following features. بالنسبة للPorts, two ports A and B function as 8-bit I/O ports, and they can be configured either as input or output بالنسبة لAOB, and each port uses three lines from C as the handshaking signals. أيضا نفس الإشي, الانبوت والاوتبوت they are both latched and the interrupt logic is supported in this case. بس زي ما حكيت لكم مود 1 مش من ضمن سكوب للمختبر اللي معانا. جميع التجارب على الإطلاق بنحكي إحنا فقط في مود 0, مش بمود 1 ولا بمود 2. تمام, وهون نفس الإشي بالنسبة للباي دايركشنال داتا ترانسفير. الداتا بتمشي باتجاهين مع الكنترولز اللي إلهم, والبورت بي بيكون متوفر لأنه مش ضمن العملية في you can use it. anyways, مرة ثانية مش رح ندخل بالتفاصيل في مود 2 ببساطة لأنه إحنا ما رح نستخدمه في المختبر.